ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وكنت بتكلم عن موضوع حلقتي الأنوثة ذكر أم أنثى. الحقيقة كنت بتكلم إنه مفهوم الأنوثة عند الرجال أو مفهوم الأنوثة الطاغية عند الرجال هو أنثى شكلها جميل أو جسمها جميل وينطق بكل معالم الأنوثة. ولكن الحقيقة المفهوم الأساسي أو المفهوم الحقيقي للأنوثة هو نابع من الداخل. الأنوثة معنى معنوي وليس جسدي. يعني عايزة أقول ببساطة إنه في رجالة عندهم أنوثة طاغية، يعني بمعنى أنا ممكن ألاقي راجل، ودول دلوقتي كتروا مع الأسف في الفترة اللي احنا فيها، شكله جميل جدا، بيعمل ميك اب، عنده كل ملامح الأنوثة في جسده، يكاد يكون أنثى كاملة مكتملة، لكن في طبيعته أو في أصله هو ذكر وليس أنثى. إذن الأنوثة الطاغية ما هيش جسم، الأنوثة الطاغية ما هيش شكل، الأنوثة هي أخلاق، الأنوثة روح، الأنوثة هي الثقة بالنفس. إزاي تكوني واثقة في نفسك؟ إزاي تكوني راضية عن نفسك؟ إزاي تكوني أنتي وذاتك؟ يعني ببساطة عايزة أقول إنه ما تسمحيش لحد إن هو ينتقد شكلك، ما تسمحيش لحد ينتقد لبسك، ما تسمحيش لحد ينتقد المظهر العام ليكي، لأنه الناس مش عايزة منك غير حاجة واحدة بس، عايزة أخلاق، عايزة طريقة معاملة، غير كده دي حاجة بتاعتك أنتي. يعني بمعنى أنا مثلا واحدة من الناس في الأول من فترة كنت مليانة أو كان وزني زايد، كتير من الناس كانوا بيقولوا لي طب ليه ما تعمليش دايت، طب ليه ما تعمليش رجيم، لا انتي ما شاء الله عليكي يا أمورة بس لو تخسي. أنا ما كنتش بهتم ولا كنت بحط في دماغي الكلام ده، لسبب أنا كان في الوقت ده أنا عاجبني شكلي كده، أنا مبسوطة بكده، وكان عندي ثقة بنفسي، وكنت شايفة نفسي إن أنا مبسوطة كده وإن أنا كده مظبوطة، وإنه أنا شايفة جمالي في نفسي في الوقت ده بالمنظر ده. طيب رجعت بعد كده بصيت إني أنا عايزة أغير من نفسي، أغير من شكلي، وده مش راجع لكلام الناس على فكرة، ولا عشان مين قال لي أنتي مليانة ولا مين قال لي أنتي تخنانة، لأ ده ممكن يكون راجع على إن أنا عايزة اتعرضت لأزمة صحية، شفت انه ده ممكن هيكون مضر. لما جيت برضو عملت دايت وخسيت خدت ثقة في نفسي بزيادة اكتر، مش عشان بقى انا كنت مليانة وضعفت، لا انا حبيت اتحول عشان انا اللي راضية عن نفسي كده، مش عشان حد قال لي. برغم ان انت في كل الاحوال او انت في كل الاحوال مش هتعرفي ترضي كل الناس، لو انت مليانه هتعرفي ترضي ولو انت رفيعه، بدليل ان انا لما وزني نزل ورفعت كل الناس بقت تقولي لا الاول كان اجمل وشي كان احلى. المقصد من اللي انا عايزه اقوله ان انا توجه لي كلام كتير ورسائل على الخاص وعلى الماسنجر بيقولوا لي، يعني واحده بتقول ان هي مخطوبه لواحد وهو معترض على شكلها ومعترض على جسمها، والبنت مبسوطه، فما دام انت مبسوطه وما دام انت واثقه من نفسك وشايفه ان انت مرتاحه كده ما تهتميش بغيرك، لا تهتمي باراء غيرك، كل اللي يحتاجه منك اللي قدامك هو الاحترام، الطيبه، المعامله الكويسه. فاللي انا عايزه اقوله يا جماعه انه زي ما قلت الانوثه ما هيش شكل، الانوثه ما هيش جسد، الانوثه هي ثقه ورضا بالنفس، ان انا ابقى راضيه عن ذاتي وراضيه عن نفسي. ده موضوع. الموضوع التاني اللي عايزة أتكلم فيه الحقيقة وهو السعادة. إحنا كتير جدا بقينا حزانة، كتير جدا بنشوف ناس بأسة، يأسة، ناس بتبتدي دلوقتي تسلك أفكار شيطانية من كتر ما هي حزينة أو من كتر ما هي بأسانة بتلجأ للانتحار، وناس بتموت من كتر الحزن ومن كتر البؤس أو من كتر التعاسة. فأنا عايزة أقول حاجة، هل السعادة نبع من العقل أم نبع من القلب؟ في ناس بتقولك أنا طول ما أنا مبسوطة ومنتشية هي دي السعادة، لا، هي الحقيقة أن السعادة المسبب الأساسي فيها ما هوش القلب خالص،
احنا القلب ده مجرد عضو ربنا حطه جوه صدرنا، بيشعر يحزن او يفرح، يبكي او يبتسم. ولكن مين هو الجزء الاساسي اللي انتي بيأثر فيكي ان كنت حزينة او سعيدة؟ هو العقل. بمعنى الناس الكتير اللي بتقعد، رجالة اللي طول الوقت بتشتغل وطول الوقت شغلها تفكيرها انها ازاي تؤمن عيشة كريمة لأسرتها، ازاي ان هي تبقى تقدر تعيش الأسرة دي في بيئة كويسة. الواحد اللي عايز ينجح، اللي عايز يدرس، اللي عايز يوصل، اللي عنده طموح، اللي عنده هدف، كل ده جهد على العقل. كل ده التفكير هو اللي بيؤدي بالناس إذا كانت الناس تبقى سعيدة أو حزينة. هو المؤشر. القلب ده ما هو إلا عبارة عن شنطة وانتي بتحطي فيها حاجتك، بتحطي فيها، بتمليها كل يوم، تفضلي تحطي فيها لغاية حاجة من الاتنين، يا إما تتنفخ وتفرقع أو السوستة الطق، يا إما تخففي شوية من عليها، فبالتالي تبقي يعني يبقى في توازن. مفهوم السعادة الحقيقة اختلف عند فلاسفة كتير. يعني عندنا مثلا فيلسوف سويسري اسمه جان جاك بيقول إنه السعادة أو مفهوم السعادة ده يعني بيكون عبارة عن إصلاح النفس والذات. هو ده السعادة، يعني البني آدم يبص في ذاته، يبحث جواه، داخله، يشوف ايه المساوئ اللي موجودة فيه، يشوف ايه السلبيات اللي عنده، يبتدي يصلح من نفسه. فهو شايف انه ده مفهوم السعادة عند الناس. نيجي بقى للزعيم الهندي غاندي، شايف انه مفهوم السعادة بيندرج او بيكمن في انه افعالك تبقى متوافقة وتتوافق تماما مع افكارك. يعني انا دلوقتي بصحى مثلا او بصحى في يومي بفكر ان انا عايزة اكون سعيدة، لازم ابحث عن كل شيء يجعلني سعيدة، ابعد عن اي حد ممكن ينرفزني، اي حد ممكن يعصبني، ابعد عن ان انا اسمع اخبار سيئة. نيجي بقى لحاجة تانية وهو اعظم حاجة في الدنيا وهو الاسلام. الاسلام ربط السعادة في القرآن، او القرآن ربط السعادة عند الناس بالجنة. هو الاسلام الحقيقة ما وعدناش بالسعادة، ما قالناش انتوا هتبقوا سعداء، لا، هو الاسلام في الحقيقة او القرآن ربط السعادة عندنا بالرضا والطمأنينة. يعني هتستغربوا لو قلت لكم انه اكتر الناس ما بتحسش بالسعادة او انها مش سعيدة وحزينة هم الطيبين، الناس الطيبة، الناس اللي عايزة تدي، مع انه المفروض دول يكونوا اسعد الناس او اسعد اللي حوالينا، بس هما ليه ما بيحسوش بالسعادة؟ نيجي مثلا نتكلم ونقول لما نيجي انا شايفة حد محتاج مساعدة وانا حابة ان انا اساعده او حابة ان انا يعني اقف جنبه، فببتدي ان انا انشغل بيه جدا، بنسى ذاتي، بنسى نفسي، بيبقى شغلي الشاغل كله ان انا بركز ان انا ازاي اقدر ادي الخدمة دي او ازاي ان انا اقدر اسعد الشخص اللي قدامي، فبالتالي تركيزي كله عليه، فهنا بنسى نفسي، هنا ما ببقاش مهتمية انا هبقى مبسوطة او هبقى مش مبسوطة. في الوقت ده لما بنسى نفسي انا بحس ان انا حزينة. ده موقف. الموقف التاني الناس اللي هي بتقف جنب الناس، الناس اللي هي بتقول الكلمة الطيبة، الناس اللي بتبقى عايزة دايما تدي، الناس اللي بتبحث دايما عن الناس اللي بتشقى والناس اللي بتتعب. يعني تخيل مثلا لما انا اجي او شخص بيجي يلبي رغبة او بيلبي حاجة اخر، كل اللي منتظره ان انت تشكره، كل اللي منتظره منك ان انت تقول له شكرا. في ناس كتيرة جدا ما بتقولش شكرا، في ناس كتيرة جدا بتشوف انه ده حق مكتسب، لا انت كان المفروض تعمل كده، فبالتالي مش شايفة انه شكرا دي ليها لازمة. فده بيتعب الانسان اللي قدامك نفسيا، بيديله حالة من الاحباط، بيديله طاقة سلبية، تحس انه هو حزين برغم انه المفروض يكون اسعد واحد. الحاجة التانية اللي انا عايزة اتكلم فيها ان انا كنت عايزة اقول انه السعادة بتبقى نابعة من جوه البني ادم، ان انت كل ما تعمل حاجة كويسة او كل ما تعمل حاجة انت راضي عنها انت بتحس بالسعادة. بس مع الأسف
مش كل الناس دلوقتي سعيده. احنا في ناس كتيره جدا بتحاول ان هي تبقى كويسه وتبقى مبسوطه وتحاول انها تظهر، ولكن جواها يكاد يكون بشوش، جواها يكاد يكون بيبتسم. وفي ناس العكس، في ناس بتضحك وفي ناس بتبقى سعيده ولكن جواها محطم تماما. ده بيرجع لايه؟ بيرجع للي احنا عايشينه، بيرجع للحاله الاقتصاديه، للحاله الاجتماعيه، بيرجع لان احنا كل يوم دلوقتي بننام ونصحى على اخبار سيئه، على حالات وفاه، على جرائم، على ناس بتفارقنا. هناخد اتصال مداخله معانا سلوى من سوهاج ونكمل الكلام. والو الو الو، طيب انقطع اتصال، يا ريت حضرتك ترجعي تتصلي بينا تاني. فكنت بتكلم عن السعاده. بصوا انا هقول لكم حاجه، ساعات كده في ناس بتقول باب النجار مخلع، يعني احنا ممكن نقعد ننصح ونقعد نقول لا اعملوا كده، لا ما تعملوش كده، وبيبقى احنا نفسنا مش قادرين ننصح نفسنا. بس اللي انا عايزه اقوله انه ما تستسلموش للحزن، ما تستسلموش للبؤس، ما تستسلموش للمآسي، لان والله بجد بجد الحاجات دي بتأثر العمر، الحاجات دي بتسود القلب، الحاجات دي بتحزن. يعني في ناس بتيجي تقول لي انا حياتي كلها مربوطة بالذكريات، حياتي كلها مربوطة بأحداث مرت في حياتي مش عارفة اتغلب عليها، مش عارفة اتعداها. لما بكون مبسوطة واكون فرحانة او سعيدة او في حاجة بتفرحني بتذكر الذكريات دي او بتجيني الاحاسيس دي اللي انا كنت بشعر بيها الاول، فبلاقي نفسي ان انا مش طايقة الدنيا ومش عارفة. ما نستسلمش، ما نستسلمش، لابد ان كل بني ادم في حتة كده بتاعته محدش عارفها غير هو. احنا ما نستسلمش ليها، احنا نعديها ازاي؟ ان انت تشغل نفسك بان انت تبقى ايجابي. حاول دايما تربط نفسك بكلمة أنا كويس. طيب سلوى رجعت لنا تاني، ناخد سلوى ونرجع نكمل كلامنا. سلوى ألو. ألو أيوة ألو، ما حضرتك يا فندم، يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. طيب انقطع الاتصال. نرجع تاني لمرجانة وبتكلم انا، يعني كنت بتكلم على الناس اللي تربط حياتها او تربط يومها بكلمة انا وتحتيها شيء ايجابي، زي مثلا انا عايزة يبقى عندي فلوس كتير، فهقول ايه؟ انا هبقى غنية، انا هبقى سعيدة، انا هبقى انسان ناجح، انا هبقى انسان متفوق. لما اربط الشيء الايجابي دايما بالانا بيجي بعديها، لازم لازم الشيء ده هو اللي بيبحث عنك، الشيء ده يعني المال هو اللي يبحث عنك، مش انت اللي تفضل تلهث وتبحث ورا المال. وممكن ناس كتير قوي تسلك سلوك او سكك غير مشروع علشان تبقى غنيه او تبقى مبسوطه. الناس اللي بتبقى عايزه تكون متفوقه تقول انا هبقى متفوقه وتسعى لده وتفضل تمشي في طريق ان هي فعلا تتفوق تنجح. الناس اللي بتبقى عايزة تبقى مشهورة تبقى معروفة تقول أنا مشهورة، لكن لما نيجي نقول ده أنا مش لاقي آكل، ده أنا مش عارف أجيب منين. طيب معانا اتصال سارة من البحيرة. وقالوا السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك أنا على طول بيجيلي وسواس ومش عارفة نعمل إيه، أي حاجة بنتخلق عليها ونزعق عليها على طول، وعلى طول الوسواس ده ما بيسيبنيش. طيب انت الوسواس اللي بيجيلك ايه؟ ما هو الوسواس ده انواع، هل وسواس انت بتشكي مثلا في انك بتخافي من الموت؟ هل وسواس نظافة؟ هل وسواس وسواس ان على طول اهل بيتي بيسلطوا جوزي عليا وكده؟ يعني انت الوسواس بتاعك مربوط بحياتك الزوجية. ايوه. طيب هل انت في مشاكل بينك وبين اهل اسرة زوجك؟ ايوه مع حضرتك مشاكل من يوم ما اتجوزت وكده، ما بتكلمهمش خالص. ما بتكلميهمش؟ طب انت ما حاولتيش تحلي المشاكل دي بانك تقربي منهم، بانك تظهري لهم دايما؟ حاولت بس هم ناس
يعني ما بيحبوش، بيحبوا نفسهم اكتر من اي حد. طيب معلش سؤال ممكن اساله لك، انت موقف زوجك ايه؟ موقف الزوج ان هو بيسمح كلامهم على طول، بيضربني على طول اي حاجه بيتخلى عليها، نعرف بقى ان هم اللي قايلين له عليها. طيب معلش انا كنت برضو عايزه اعرف حاجه، هل انتي بتؤدي كل واجباتك ناحيه زوجك وناحيه عيلته على اكمل وجه وبرضو هم بيقابلوكي بنفس المعامله دي؟ اه والله العظيم، يعني انتي مش مقصره في حاجه من ناحيتهم او لا من ناحيه والله، زوجك؟ والله من العظيم ما مقصره في اي حاجه، ومعايا بنتين ودايخه بيهم، تمام. مش عارفه نعمل ايه. طيب انا هرد عليكي اسمعيني وانا هقولك ممكن تعملي ايه. دلوقتي سارة بتتكلم بتقول ان هي عندها وسواس انه اهل زوجها دايما بيسلطوا زوجها عليها، او انها يعني بالمعنى اللي انا بتكلم فيه او بالمعنى اللي انا كنت لسه بتكلم فيه وبقول السعادة، هي انسانة حزينة او انسانة تعيسة. كنت عايزة اقولك حاجة يا سارة، يعني مش دايما كل الاهل بيبقوا كويسين، مش دايما اهل الزوج كويسين، وبرضه مش دايما اهل الزوجة كويسين. في الحتة دي اقعدي مع زوجك، اتكلمي معاه، شوفي الاول هو عايز منك ايه تجاههم الاول، انتي اتناقشي معاه، بلاش تخشي على طول دايما تقولي له اهلك بيعملوا، اهلك بيسووا، اهلك مش بيحبوني. لا، اولا موضوع الضرب ده انا بصراحة ما بحترمش قصة الضرب ده بين الرجل والمرأة او بين الزوج وزوجته، لانه دي بتقلل من حاجات، بتكسر حاجات جوانا، يعني بتضعف من العلاقة الزوجية وبتكسر حاجات جوانا. فحاولي ان انت تقعدي تتكلمي معاه وتفهميه انه الشيء ده مؤلم، ممكن يكون هو مش واخد باله او ممكن تكون دي هي طريقته. دي حاجة. الحاجة التانية حاولي تتوددي لأهله، معلش جربي ان انت تتوددي لأهله، جربي ان انت تظهري لهم دايما الكويس، يعني بالبلدي كده روحي لوالدته وقولي لها بصي بقى غصب عنك انا عايزة ابقى اعتبريني بنتك، انا عايزه تبقى علاقتنا كويسه. حاولي ان انت تحرجيهم بالتصرفات، حاولي ان انت تحرجيهم بمودتك ليهم، بكلامك الطيب معاهم، بلاش دايما تقولي له هم عملوا هم سووا، يعني حاولي ان انت تستقطبيهم وتستقطبيه هو كمان. يعني انا اعرف انه في المتعارف عليه عند كل الرجال انه اي زوجه عايزه تكسب زوج تكسب اهله، او اي زوجه عايزه تعيش حياه كريمه في بيتها واولادها تكسب اهل الرجل، مع انه في بصراحه يعني في اهالي لا تطاق وفي اهالي ما تتعاشرش اصلا، بس دي حياتك، ما هو حاجه من الاتنين، يا تحتسبي عند ربنا وتحاولي ان انت تقربي منهم وهو اللي يبقى شايف بعينه ان انت بتحاولي تقربي وهم مش عايزين، حاجه من الاتنين، يا تحتسبي عند الله وتعيشي حياتك مع ولادك وتحاولي انت تسعدي نفسك وتحاولي انت تبقي ام واب لبناتك في نفس الوقت وتنفصلي، انا لا اشجع على الانفصال، ولكن انا بقول لك لو انت خلاص تعبانه، لو انت مش قادره، انا دايما بقول يا ابيض يا اسود، الحته اللي في النص دي انا ما بحبهاش، تعبانه احاول اصلح، حاولت سنين مره واتنين وتلاته ما نفعش، يبقى خلاص انا مش عايش طول عمري متأذية نفسيا، مش عايش طول عمري تعبانة نفسيا، مش عايش طول عمري في وسط اسرة هي دايما بتنكر اللي انا بعمله كويس او اللي انا بعمله حلو. حتة الوسواس دي يعني هقولك برضو تغلبي على الوسواس اللي بيجيلك ده دايما، يجوز يكون انت شايفاهم كده او انت اللي عايزة تشوفيهم بالصورة دي ان هم مش حابينك او ان هم بيسلطوا جوزك عليكي، وممكن يكونوا بيتصرفوا تصرفات غير مقصودة او مش مقصودة وانت شايفاها ان هي مقصودة. يعني بصي ادعي ربنا، الدعاء والله والاستغفار برضو عليه عامل كبير، نص العلاج، الدعاء والاحتساب عند الله والاستغفار بيكون نص العلاج. صلي واقري قرآن وربنا ان شاء الله هيكرمك، وباذن الله باذن الله ادعي لهم دايما بالهدايه، ادعي لهم دايما بان ربنا يحببهم فيكي. وانت برضو يعني انا ما سمعتش الطرف التاني عشان اقدر اقول لك بالظبط هما ليه بيعملوكي كده، ولكن لو هنقول انه كلامك صح 100% فاحتسبي عند الله، تقربي من ربنا، حاولي تتقربي منهم، واكيد ان شاء الله باذن الله الوضع يتحسن والاوضاع تتحسن.
طيب كنا بنتكلم عن موضوعنا وبنقول ان الحزن بيميت القلب، يعني بجد الحزن والبؤس بيميت القلب. انا احاول، احنا نحاول ان احنا نبحث عن السعادة. زي ما قلت لكم ان انا لما اجي اقول انا مش لاقي اكل، انا مش لاقي اكل عيالي، ده انا هفضل طول عمري كده، هتفضل كده. لما اجي اقول انا بعمل مشروع، انا مش هنجح في المشروع ده، لا انا خايفة المشروع ده يخسر، لا انا خايفة ان انا ما توفقش، مش هتتوفق. معنا اتصال، ام رحاب من القاهرة. والو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ممكن تعلي صوتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ايوه حاضر يا فندم. معاكي يا فندم، اتفضلي. بعد اذن حضرتك، ايوه بعد اذن حضرتك، كنت عايزه اقول لحضرتك على يعني مشكله عندي. اتفضلي. لوالدتي ووالدي في كده بعدني عن بابا، ودايما دايما بتحاول ان هي تبعد لي. معلش انا مش سامعاكي كويس، الصوت بيقطع، بس ممكن تعلي صوتك شويه توضحي الصوت. والدتي دايما عامله مشاكل بيني وبين والدي، ووالدي راجل كبير ومريض ومنعني ان انا اشوفه، وكان في مبلغ من المال انا يعني مديهوله يساعدني بيه في شراء شقة، فأنا ما قدرتش أكمل يعني أديهوله، فهي دايما حاطة في حتة المادة بيني وبين والدي وإخواتي، وهو دلوقتي مريض وتعبان وأنا مش عارفة أشوفه، وعاملة مشاكل دايما وما بتحبنيش، وبعد إخواتي عمي وبابا، ومن زمان هي دايما عاملة المشاكل، وأنا مش عارفة أعمل إيه معاها. دي والدتك؟ دي والدتك؟ والدتك؟ آه والدتي، هو ساعدني في شراء شقة وانا ما قدرتش ان انا اديله بقيت المبلغ، هي عملت مشكل ومنعتني ان انا اروح، وان هو تعبان راجل كبير مش عارفه اشوفه، وبتخلي اخواتي دايما يبعدوا عني، وانا بحاول اتقرب ليها وبتحمل اي اهانه منها او اي كلام، وهي دايما بتحاول تفرق بيني وبين اخواتي وبين اخويا. طب انت ليه ما بتحاوليش تقعدي معاها وتكلميها بما انها والدتك يعني؟ هي دايما عندها حته العصبيه والتسلط في الراي وفي الشخصيه، ما بتديش فرصه لحد ان هو يتكلم معاها، ودايما شاكه في اللي حواليها، ودايما عامله مشاكل من زمان وهي على كده، طب مفيش اي فرصه. هل اخواتك كلهم بيعانوا من نفس اللي انت بتعاني فيه مع والدتك؟ اه هما بيخافوا ان هما يتكلموا معاها ويفهموها اي مشكله، لان هي دايما بتسيب البيت وبتزعق وبتشتم وبتهاجمنا لما بنحاول نكلمها، ومفيش فرصه للحوار او للنقاش، يعني مفيش أي حاجة، ودايما ظلم على طول، ظلم ظلم، يعني ما بتحاولش تقرب مني، دايما تقول لي إن أنا عايزة أستحوذ على بابا، إن أنا آخد منه فلوس، إن هو يبقى صفتي، عندها شك. انتي متزوجة يا رحاب؟ لا مطلقة ومعايا 3 بنات وقاعدة لوحدي، انتي ام رحاب؟ اه. انتي مطلقة وعايشة معاها ولا عايشة لوحدك؟ لا لوحدي ومعايا 3 بنات. طيب علاقتها ايه بأولادك؟ ما بتكلمنيش بعدنا كلنا عنها بسبب موضوع الفلوس، لان انا مش قادره ادي لبابا فلوس، وحتى الموضوع دوت ان انا اخدت الفلوس منه، وان انا يعني ان انا واحده مع وجداني ماديه، وجداني ان انا ما كل اللي بفكر فيه الفلوس، مع ايه انا فلوس، وبابا واقف جنبه تعبني، وهي بتلومه على انه بيديني بيساعدني، وان هو واقف جنبي. وقاعدة لوحدي ومفيش حد بيكلمني ولا بيديني، وما بتمنعهم عني، طيب هو تعبان جدا وانا مش عارفة ارفض صوته. معلش بس يعني هو تعبان ما يقدرش ان هو يتفاهم معاها او ان هو بيخافوا يستقف؟ منها يا دكتورة، لا بيخافوا منها وما بيقدروش يتكلموا معاها، كل حاجة عصبية وشتيمة، وتفضل تزعق ومفيش أي تفاهم خالص. طب معلش يا ام رحاب، انت ليكي اخ ولد اكبر منك؟ هما كلهم معاها في صفها، حتى اللي هو الوسطاني اللي بيسأل علينا باجي اقول له فهمها بالراحه وبالذوق، يقول لي لا انا خايف تدعي عليا، انا خايف تشتمني، انا خايف تقطعني، حتى هو قطع صله الرحم دي مش حرام لما تتفرق بيني وبين اخواتي وابويا بسبب موضوع الفلوس، انا مش في امكاني ان انا اديله حاجه، لان دي صعبه ومعايا بنات وجوزي سايبني اجيب منين؟
تمام. طيب طيب انا هرد عليكي دلوقتي، اسمعيني في الرد ده. الحقيقة يعني انا نسمع دايما او بنعرف في الغالب عن عقوق الابناء للاباء، ولكن في الحقيقة العقوق مش بس عقوق الابناء للاباء، هي عقوق كمان الاباء للابناء. يعني ام زي كده او بالطريقه دي، المفروض احنا بنعرف ان الام دي هي اللي بتعشش، هي اللي بتحامي. يعني البنت بتقول ان هي واخده مبلغ من المال علشان والدها بيساعدها، والام فاكره ان هي طمعانه في فلوسها. طب ما دي بنتك، يعني الحل الامثل ليها بصراحه اول حاجه حاولوا، معلش بقى يعني عشان الناس ما تقولش تخريف، حاولوا تخلوا حد من اللي هم يعني متعمقين في الدين، وتكون ست اكبر منها تتكلم معاها شويه وتفهمها انه الاخره ما هياش ان البنت الام تمنع البنت عن امها عن ابوها، او انها تودي ابوها وتفرق بينها وبين اخواتها. يعني الامهات اللي زي كده بصراحه انا ما بقاش عارفه هو ايه اللي في دماغهم، ولكن هم بعاد عن ربنا شويه في الغالب. هقولك ايه، هي والدتك ولازم برضو توديها. حاولي ان انت تقعدي معاها مره واتنين، بلاش تروحي لها البيت، قولي لها تعالي انا عايزاكي في مشوار، وخديها اقعدي معاها بره، اعزميها على غدا، اعزميها على اي حاجه، وتكلمي معاها، اتفهمي، ارمي نفسك في حضنها. يعني ما هي اكيد اللي جواها ده قلب مش قطعه من الحجر، ارمي نفسك في حضنها وقولي لها. يعني ممكن تكون الام يعني هي ناس نسيت ان هي ام، ان هي اللي تاخدك في حضنها وتطبطب عليكي. قولي لها انا اروح لمين؟ الجأ لمين؟ الجأ للغريب؟ ابص بره وانتي امي موجوده؟ يعني انا مش عارفه الصراحه اقول لك ايه، بس الله يكون في عونك يعني، وربنا يتولاكي. وانتي حاولي ان انتي تقوي صلتك باخواتك، لانه والدك زي ما انتي بتقولي مريض وهي واقفه في وسطكم، حاولي تقوي صلتك باخواتك اللي عايشين معاها، لابد لازم يكون فيهم حد ممكن ياثر عليها. الحقيقه النهارده كنت بتكلم في كذا موضوع كده، واتكلمت في كذا موضوع، وكنت بتكلم عن السعاده، واتكلمت عن الانوثه ومفهوم الانوثه، والدنيا مليانه مشاكل، ولو هنتعمق اكتر ونقعد ناخد اتصالات هنلاقي ناس كتير عندها مشاكل، وناس كتير محتاجه حد يمد لها ايده. كل اللي انا عايزه اقوله وانبه عليه انه احنا اللي بنتعس انفسنا او بنسعد انفسنا. اربطوا دايما نفسكم، او اربطوا الانا، اعوذ بالله من كلمه انا، بس اربطوا الانا دايما بالايجاب، اربطوا دايما الانا بالطاقه الايجابيه، خليكم دايما تقولوا احنا هنبقى كويسين، احنا هنبقى سعداء، انا هبقى متفوق، انا هبقى ناجح. بلاش نقول، بلاش السلبيات، لانه السلبيات دي بتاخد من الطاقه الايجابيه اللي جوانا، وفعلا بالتالي بنبص نلاقي ان احنا حياتنا كلها كرب، وحياتنا كلها ماساه، وكلها تعاسه. فاللي انا عايزه اقوله انه السعاده ما هيش هديه ممكن تجيلك، السعاده تكمن جواك، تكمن في اصلاح ذاتك. وعايزه اقول برضو انه لا، ان الله لا يغير ما بقوم الا ان يغيروا ما بانفسهم. عمرنا ما هنكون كويسين الا لما احنا نغير المحيط فينا، الا لما نغير اللي بيحيط بينا، الا لما نغير من انفسنا. يعني لو احنا بنعمل حاجات غلط، لا، نشوف ايه الغلط اللي احنا بنعمله ونصلحه. لو احنا تعبانين، ولو احنا بنتعصب، لو احنا بنغضب، لو احنا بنتضايق، نحاول ان احنا نبقى مش كده، نحاول ان احنا دايما نرتقي باخلاقنا، نرتقي بنفسنا. احنا عمرنا ما هنتغير ونبقى للاحسن. ربنا لما نقعد نقول يا رب انا نفسي ابقى كده، يا رب انا نفسي ابقى كويسه، يا رب انا ليه مش زي فلانه، لا، غيري من نفسك عشان ربنا يغير اللي حواليكي. احنا عايزين نختم دلوقتي لان الوقت اوشك على النفاذ، وبنعتذر للاتصالات، وفي اتصالات بتجيلنا مش عارفين ناخدها علشان الخط تقريبا الوقت انتهى. انتظروني ان شاء الله الاسبوع المقبل في حلقة جديدة، ويا رب اكون النهاردة كنت ضيفة خفيفة عليكم.